لا بهمني، جدا لان مهم. كمان من اللي راحوا عزوا كدول يعني كانت لافته مشاركه المملكه العربيه السعوديه بالتعازي بايران. يعني هل هذا يعني مؤشر الى استمرار هذه العلاقه وهذا الحوار الايراني السعودي تحديدا، ومنه كمان ايراني عربي؟ اولا اليوم العرب والايرانيين بمرحله متقدمه من الحوار، في مصلحه لايران بالحوار والتواصل العربي الإيراني، وفي مصلحة للعرب بهذا الإطار. خليني أقول صراحة، كانت السباقة خليجيا وعربيا بالتعاطي إيجابا والحوار مع إيران هي دولة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة هي أول من خطط باتجاه الحوار والتفاهم مع الإيرانيين. هلأ عم نشوف المصريين، عم نشوف طبعا قطر لانه تعتبر حليفتها، عم بحكي جانب عمان كمان حليفتها بتعمل دور، وهلا بحكي عن دور العماني، عم بحكي عن الدول بموقع الخصم اللي صنفت بموقع الخصم لها او بالمقابل. هلا اليوم تشوفي مصر، السعوديه، الاردن، ثلاث دول اليوم في خطوط حوار مفتوحه مع الايرانيين. ايه خطوط حوار؟ رح احكي اكثر. هذا الحوار ليس فقط على صعيد السياسي والقاضي، بلش منذ اسابيع حوار حتى على مستوى النخب والمثقفين والمفكرين الإيرانيين والعرب الخليجيين تحديدا. نعم. هذا الحوار يقوم على، صار في جلسة انعقدت الأسبوع الماضي أو من 10 أيام تقريبا، في عدة عناوين طرحت. دور الشرق الأوسط بالمرحلة الجديدة شو؟ الاقتصاد في الشرق الأوسط من يديره؟ كيف التوافق؟ الملف النووي لإيراني أو هلأ السعودي اللي جاي، كيف يمكن استثماره إيجابا وسلميا دون أنه طرف يخيف الآخر فيه. ملف اليمن إلى أين؟ سوريا سياسيا واقتصاديا، سياسيا مسارة صاروا متفقين على استمرار الرئيس بشار الأسد، اقتصاديا مين بده يعمل إعادة الإعمار وكيف؟ هذا ملف أساسي كان بالنقاش. التعاون النووي السلمي في المنطقة، هلأ لحتى مثل ما قلت لك ما حدا يخوف حدا، بس رايحين على التعاون. حرب غزة وتداعياتها، شو ممكن تعمل؟ هيدي العناوين. حرب غزة من دون مصير فلسطين؟ بلى، حرب غزة وتداعياتها من ضمن مستقبل فلسطين كمقاومة وكدولة. هيدا موضوع مطروح للنقاش، لأنه في تباين وجهات نظر بين الإيرانيين يلي داعمين حالة المقاومة بشكل مطلق، وما بين الدول العربية يلي بدهم دولة فلسطينية ودعمها بشكل مطلق. عمليا يلتقي الإيرانيون والعرب عند هدف واحد. أنا شو قصدي أقول هون يا شباب، يلي كان راسه حامي بموضوع اللي مصنف حاله هون وهون، يلي عم بيهاجم الإيراني أو عم بيهاجم الخليجي العربي، الإيراني والخليجيين العرب شايفين مصلحتهم، رايحين على حوار. هيدا الحوار منتج، بيّنت اليوم بالتعازي إنه العرب متقدمين بالوقوف إلى جانب إيران بمواساتها. عندهم هاجس العرب، وبدك تفهميه انه النفوذ الايراني عندنا لوين؟ هل رح يكون على حسابنا؟ في هواجس. بالمقابل الايراني عنده هواجس. التعامل اليوم مع الغرب او مشروع التطبيع مع اسرائيل لوين؟ على حسابنا. طيب اجوا اليوم الاماراتيه اول طرف، قالوا هيدا المنطقه ما بتنحل الا بالحوار، ما فينا نعمل صدامات. راحوا اتفقوا هن والايراني على حوار مفتوح ومنتج اقتصاديا. عندك 25 مليار دولار ما بين الإيرانيين والإماراتيين تعاون. عندك حوار سياسي أمني قومي مفتوح بكل المقاييس. كان التعاون الإماراتي الإيراني نموذج يحتذى في المنطقة. راحت الإمارات أكثر من هيك، منعت استخدام أراضيها بأي عدوان يطال إيران أو يطال حتى الفلسطينيين في غزة. يعني راحت بشكل متقدم، فاتت بموضوع التسوية مع الإيرانيين حتى بملفات اليمن قبل غيرها. اليوم السعودية، مصر، الأردن مشوا بهذا الطريق. نحن بحالة وفاق عربي إيراني سيستفيد منه جميع شعوب المنطقة، العرب والإيرانيين والأتراك حتى إذا بدك اليوم. هذا الصدام ومشروع الصدام يلي كان الغرب عم يعول عليه أو الإسرائيلي صار ورانا. ما حدا يراهن اليوم على خلاف عربي إيراني، وبالتالي رح يتأثر التفاوض الإيراني الأمريكي نتيجة هذا الوفاق العربي الإيراني؟ اليوم بهذه اللحظة بدنا نفصل شوي المشهد الأمريكي بالتعاطي. نحن مع إدارة بايدن يلي هي رايحة بحوار منتج مع الإيرانيين. صار في لقاء بسلطنة عمان
كمان من أقل من 10 أيام تقريبا بين الإيرانيين وما بين الأمريكيين على مستوى متقدم، وهو منتج ويبشر بالخير. الأمريكان أعلنوا عنه، طلع بأكسيوس أنه نعم. صار في هذا اللقاء، مش الإيرانيين أعلنوا عنه، يعني الأمريكان عندهم رغبة. الإيرانيين صار في تواصل بينهم وبين الأمريكان للمساعدة في موضوع سقوط الطائرة والبحث عنها، والأمريكان أعلنوا عنها والإيرانيين منفوها، وبالتالي هذا التواصل الأمريكي الإيراني كمان ببعض الآخر موجود. نحن بمرحلة بناءة بس مع هذه الإدارة. السؤال عبر سلطنة عمان يلي عم تلعب دور إيجابي جدا 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 في استقرار وسلمية المنطقة. عمان تحيي على هذا الدور العربي والسلمي في المنطقة، دور متقدم ولو أنه هي لو بروفايل خلف الكواليس ما بتظهر إعلاميا، بس دورة جدا إيجابي. اليوم عم تلعب دور حتى بين الأردن، سلطان عمان راح الأردن ودول أخرى، ومنها الموضوع السوري وموضوع الإيراني. بهذا الإطار الرئيس بايدن اليوم مستمر بالإدارة، بده يعمل إنجاز. هل يستمر أو يحصل الاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية؟ هذا السؤال. إذا حصل اليوم معوق حرب غزة بس، إذا حصل بيكون في صار في إنجاز للأمريكان وللإيراني، إذا ما حصل نحن فتنا بعدين إذا إجا ترامب بمخاطر تغيير كل هذه السياسة. ولكن ترامب هذه المرة أكثر من مرات السابقة ستقوم سياسته على أساس المصالح وليس على أساس العواطف الشخصية. هذا ينطبق على السعوديين، هذا ينطبق على الإيرانيين. لأجل هيك في استعجال أمريكي سعودي كمان ببت الاتفاقية المشتركة الأمريكية السعودية، وفي استعجال إيراني أمريكي لبت الاتفاق مع الأمريكان كله ليلحق حاله لعله عصى ربما يأتي ترامب في المرحلة المقبلة. نعم. ترامب مبين اليوم حليفه الأساسي، هون فتنا بموضوع آخر، هو نتنياهو. لأجل هيك نتنياهو استقبل مبعوث مستشار ترامب بالأيام الماضية ولم يستقبل شخصيا أموس هوكستين يلي يمثل الإدارة الأمريكية، يمثل بايدن عندما زارة الأبيب. نعم. وهيدي لافتة. ليه استقبل مبعوث ترامب؟ ليودي رسالة لبايدن أنه أنا مع ترامب، ليقول أنه في 600,000 إسرائيلي يهودي بين هلالين بنيوجيرسي لوحدة، في مليون و400,000 أيضا يهودي بنيويورك، إذا ما استطاعوا يغيروا الانتخابات الرئاسية بنيويورك بيقدر يغيروا بممثلي الشعب بموضوع الكونغرس، وبالتالي بيصير الحالة الجمهورية أكثر من الحالة الديمقراطية. فالإسرائيلي اليوم نتنياهو تحديدا عم يلعب هذه اللعبة، لعبة الانتخابات الأمريكية، صار جزء أساسي منها. لأجل ذلك صرنا على قناعة بهذه المعطيات أنه صعب كتير يوقف الحرب بغزة، لأنه دخل بهذا المسار إذا بده يبيع بعد 5 نوفمبر لا عهد جديد، إذا إجا ترامب بعد عم نقول إذا إجا لعهد جديد، ما رح يبيع لرئيس راحل صار أسير الوقت، أسير مسألتين، الحالة اليسارية الشبابية بالحزب الديمقراطي يلي عم تأثر عليه بتعاطفي مع غزة، وبنفس الوقت عنده الإسرائيلية والضغط الانتخابي عم يمارس عليه. نحن بمرحلة ضبابية أنا أخشى أنه رحنا فيها لمحطة أساسية 5 نوفمبر وليس شهر حزيران.